السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة تاعنا الطبخ المغربي بوغرن. اليوم ان شاء الله غادي نديرو طريقة تحضير لا مورانغ ايطاليان. هاد لا مورانغ هادي كتدخل في العديد من التحليات، وكذلك تدخل في تحضير ليموس، كذلك تدخل في تحضير التيراميسو، يعني انواع ديال التيراميسو كندخلو فيها دائما لا مورانغ. نحتاجو لهاد لا مورانغ 4 ديال البياض البيض، نقدروا يكونوا عندنا، لان بعض المرات كنحضروا شي تحليه فيها عصافات، فالبيض البيض دائما نديروه في الكونجيلاتور فاش نبغيو نحتاجوه كنجبدوه كنخدموا به. غادي نحتاجوا كاس صغير من الماء، ونحتاجوا كذلك 100 غرام ديال سنيده. هاد 100 غرام سنيده والماء غادي نحضروا بهم السيرو، هي اللي غادي نطلعوا بها هاد بياض البيض باش نديروا لامورانغ. دابا غادي نديرهم جوجهم باش يغليو. وضعت السيرو ديالي كيطيب، انا غادي نضرب البيض واحد شويه بدا يطلع، وانا رد البال مع السيرو، لان السيرو خصو يوصل واحد الدرجه ديال الغليان وغادي خصو يحبس، وانا نوريكم شنو هي الدرجه اللي خصنا نحبسو فيها. دابا غادي نخلط، بدي نضرب شي شويه البيض، كنضيف واحد قبيصه ديال الملح ملي كنبغي نضربوا البيض البيض. دائما ملي كنبغي نضربوا البيض البيض دائما خصنا هاد الضراب ديالو، هاد الفوي هذا خصو يتخشى كله، بمعنى انه البيض كله كيدور عليه باش دغيا يطلع لينا البيض البيض. خلاص سبحانه كيكون باش يعني بسرعه يطلع لينا البيض البيض. باش نعرفوا درجه يعني اللي وصل لها السيرو تكون مزيانه، هي انه كنهزوا واحد شي شويه من داك السيرو، كنشوفوا بانه خصو يكون بحال هكا كيتلصق بحال هكا، يعني نهز شي شويه بالمعلقه وكنلقاو بانه كيدير لينا بحال الخيط بحال هكا. هذه يعني الدرجه الغليان اللي خصو يوصل ليها. ومن بعد نهزوه باقي سخون، نبدا نزيدو هاد البياض البيض اللي دربنا، وكنخويو شويه بشويه حتى تنكملوه. كما قلت غادي ناخذوه مازال سخون بحال هكا، وكنضل نخويو شويه شويه. المهم كنبدا نخلط حتى نسالي داك السير كله، وكنبقى نضرب حتى تيتبرد ليا لامورانغ مزيان، وكتمون يعني كتماسك مزيان. لامورانغ هي وجدات كما كتشوفوا، يعني جد راسها مزيان هكا، واخا تبغي تخويها بحال هكا ما تتخوش، يعني هذا كيعني بانها راه طلعت مزيان. هاد لامورانغ دابا راه طايبه، لاننا درنا ليها السيرو يعني في درجه الحراره عاليه، وغادي نخليوها تتبرد لان دربناها مزيان تبردات، وغادي نقدروا نستعملوها كما قلنا في ليموس، كنستعملوها في بزاف ديال التحليات، لهذا هي يعني هي مزيانه احسن من لامورانغ الفرنسيه، لانها كتكون طالعه بالسكر، يعني ما كتكونش طيبه. هانتوما كتشوفوا حضرناها بسرعه، يعني ما خداتش منا بزاف الوقت. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر باش نديرو شي اخرى اولا شي حاجه اللي كانت تتعلق بالمطبخ ديالنا. خليت لكم الراحه، وما تنساوش انكم تشاركوا القناه وبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش كذلك انكم ديروا جيم. خليت لكم الراحه ومع السلامه.